لماذا لا يوجد آيفون 9؟ لماذا لم تقم شركة أبل بإصدار جهاز آيفون 9؟ في عام 2017 قامت شركة أبل بطرح جهازي آيفون 8 وآيفون 8 بلس، ولكنهما لم يمثلان تطوراً حقيقياً في التصميم مقارنة بإصدارها الذي سبقه وهو آيفون 7، وربما كان من المفترض أن يطلق عليهما آيفون 7 وآيفون 7 بلس، حيث لا يمكن اعتبارهما أكثر من إصدارات محسنة لجهازي آيفون 7 في ذلك الوقت، على الرغم من أنهما قد قدم بعض المميزات الجديدة مثل الشحن اللاسلكي، وقد أصدرت أبل آيفون إكس على أنه آيفون 10 بعد آيفون 8، الأمر الذي أثار السؤال البديهي أين هو آيفون 9؟ قامت أبل بإصدار آيفون إكس أو 10 في نفس توقيت إصدار آيفون 8 تقريباً لسبب وجيه للغاية، كان العام 2017 يمثل الذكرى العاشرة لإصدار أول جهاز آيفون في عام 2007. جاء تصميم الجيل الجديد من أجهزة آيفون مختلفة من حيث الشكل وبعض الخصائص، ولعل أهمية التحديثات التي أجرتها أبل هو الغطاء وإلغاء البصمة وابتكار خاصية التعرف على الوجه، ويعتبر جهاز آيفون إكس بمثابة البداية الجديدة للشركة وبداية عقدها الثاني في سوق الإلكترونيات وخاصة الهواتف النقالة، لذلك لم تنتج الشركة آيفون 9، أي بمعنى نهاية 10 سنوات بإطلاق النسخة تحمل الرقم 10 بدلاً من 9. حقيقة لا ندري ولا يوجد أحد يدري بنسبة 100% لماذا لم تعلن الشركة عن السبب الرسمي وراء تجاهل آيفون 9، ولا نعلم ما مشكلة الشركات مع هذا الرقم. وبالمناسبة ربط الكثيرين تجاهل مايكروسوفت لويندوز 9 بعد إصدار ويندوز 10 بعد الويندوز السابق 8، وتجاهل أبل لآيفون 9، وخرجوا بفرضية أن الشركات لا تحب هذا الرقم أو عزوا الأمر إلى الناحية التسويقية، لكن يظل الأمر غامضاً من الناحية الرسمية.